السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أصدقائي وين ما كنتم، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. في تصريح ممكن يكون مثير للجدل، ولي عهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحات حقيقة بعتبرها جريئة. محمد بن سلمان قال إسرائيل حليفة لألنا، وما منشوف ما عم ننظر لإسرائيل إنه هي عدو، هي حليف أكثر من ما هي عدو، وإذا قامت بحل المشاكل مع الفلسطينيين راح نحطها فوق راسنا، لها مكانة خاصة. طبعا ما قال هيك بالضبط، ولكن معنى الحديث، الاستنتاج من الحديث، نفهم من الحديث من المقابلة مع المجلة الأمريكية ان محمد بن سلمان اذا اسرائيل قامت بحل مشاكلها مع الفلسطينيين، اقامة دولتين او شيء ثاني، فهي راح تكون لها مكانة خاصة وراح يكونوا ممنونين من اسرائيل على الاخر. وبوضع الحالي هيك قال نحن إلنا علاقات دبلوماسية وتطبيع وما تطبيع وأمور أخرى مع إسرائيل، وقال نحن حكينا بدول مجلس التعاون الخليجي كمجلس خليجي أنه مصلحة مجلس التعاون الخليجي فوق كل شيء، فوق القضية الفلسطينية، وقالوا ما في عنا مشاكل نسوي تطبيع أو علاقات مع إسرائيل، وإسرائيل حليف لأن ألمانيا تغير سياستها بشكل جذري. ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سلكت طريق أن تكون دولة اقتصادية، ونحن لاحظناها بالفترة الأخيرة بأكثر من 20 سنة، 15 أو 10 سنوات لما بلشت الحرب السورية وهي تستقبل اللاجئين السوريين ولاجئين من كافة العالم، وتقريبا في عنا نسبة 10 ملايين إلى 20 مليون من سكان ألمانيا هن من خلفيات مهاجرة. هذا الشيء غير قابل للنقاش، ألمانيا دولة اقتصادية صناعية بامتياز وتعتبر من قوى الاقتصادية العالمية على مستوى العالم. ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بعد ما شنت روسيا حرب على أوكرانيا، ألمانيا قالت خلص هاي السياسة بدنا ننهيها ونبدي سياسة جديدة. شو هي السياسة الجديدة اللي راح تبنيها ألمانيا؟ أول شيء، أول خطوة، 100 مليار يورو للقوات المسلحة، للدفاعات الألمانية، للجيش الألماني. شو في معدات ناقصنا؟ شو في أشياء ممكن نصنعها؟ شو في أشياء أو أسلحة ممكن نأخذها من الدول الثانية مثل أمريكا، مثل الدول فرنسا، بريطانيا، ما فينا نصنعها من عنا، رح نأخذها مشان نقوي الجيش. ألمانيا كان عندها بعد الحرب العالمية الثانية 500,000 جندي، ولكن نزل هذا الرقم ليصل ل 200,000 جندي فقط. ومرارا وتكرارا حذر البرلمانيين الأوروبيين أنه قسم القوات المسلحة الجيش الألماني ضعيف ولازم نقويه، ولكن الرؤساء الألمان ميركل والمستشار الجديد اللي جاي ما اهتموا بهذا الموضوع، إلا لبين ما شنت روسيا هاي الحرب على أوكرانيا، ألمانيا بلشت تخاف وقالت رح ندعم الجيش ورح نغير سياستنا من قوة اقتصادية إلى قوة اقتصادية وعسكرية، لأنه روسيا ممكن تهاجم أي دولة من الدول الأوروبية، فهنا نحسوا بالخطر وضخوا هذا المبلغ الكبير اللي هو 100 مليار يورو. والمستشار الألماني الجديد بنفسه عبر عن هاي القرارات وعن السياسة الجديدة للألمان. في خبر تاني يا جماعة، اللي هو نحن دخلنا اليوم الثامن للمواجهات أو الحرب أو شو ما بتكون سموها، أو أزمة أوكرانية الروسية، 8 أيام، أسبوع خلص، اليوم الثامن. في عنا أكثر من 100 مليون لاجئ أوكراني خارج أوكرانيا. طيب شو الأخبار اللي بتقول وين هن، شو مصيرهم؟ هيك في عنا نسبة كبيرة منهم في بولندا، المجر، مولدوفا، رومانيا، وقليل يعني عشرات، 300 واحد، 400 شخص ببيلاروسيا، والبقية دول أوروبية الأخرى. الجهات الأوروبية، وزراء الداخلية الأوروبية أو الأمم المتحدة وهيك، بتقول إنه الأوكرانيين عندهم مميزات، عندهم جواز سفر وعندهم بطاقة إن هي بتخليهم بدون أي محاسبة، بدون أي مشكلة، يقيموا في أوروبا لمدة 90 يوم، ما في أي مشكلة، يعني مثل فيزا. الشيء الثاني أن هن الأوكرانيين عندهم أقارب وعندهم معارف في أوروبا. مثلا من المتوقع أنه بيصل 900,000 شخص، 900,000 شخص مو بالعدد القليل، أنه يصلوا إلى إيطاليا لوحدها. ليش هذا الرقم الكبير وليش إيطاليا لوحدها؟ انه ايطاليا في عندهم معارف، في عندهم اصدقاء، الاوكرانيين في عندهم اصدقاء، في عندهم معارف، على حسب وصف
القنوات الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك إنه كل الدول الأوروبية عم ترحب باللاجئين يوم عن يوم الثاني، أبواب أوروبا مفتوحة للاجئين وما في أي مشكلة. وبالأخبار الجديدة اليوم إنه بولندا عم تسير رحلات قطار، قطار عم يروح يجيب من أوكرانيا وعم يمشي، يعني قديما كان من أوكرانيا بيجيب على بولندا، ولكن حاليا اليوم القطار البولندي عم يروح إلى أوكرانيا عم ياخذ لاجئين عم يجي لداخل البولندي. والدول الأوروبية ما في عندها أي مشكلة لحد الآن، أزمة ما فينا نقول عليها أزمة، أزمة لاجئين، بما أنه حتى بولندا ما عم تطلب مساعدة من أي حدا مشان تواجه هاي الصعوبات. اليوم كان في اتصال بوتين أخبر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي أنا بدي اتصل فيك في مواضيع بدنا نحكيها مع بعض. قال له ماكرون طيب اتصل ما في عندي أي مشكلة. بوتين اتصل على ماكرون مكالمة لمدة ساعة ونصف، المكالمة امتدت لمدة ساعة ونصف. ماكرون قال له أنت واحد كذاب، أنت شخص كذاب لبوتين. طبعا حسب وصف المصادر أو الإليزي القصر المسؤول عن تصريحات والمؤتمرات والكل والمؤتمرات الصحفية وكل شيء، قال على حسب وصفه أنه ماكرون قال لبوتين أنت شخص كذاب وأنت عم تدهور حالة الشعب الروسي وعم تقتل الاقتصاد، وروسيا رح تكون في عزلة عن العالم، يعني روسيا عالم وكل الدول الثانية عالم ثاني. فبوتين شو قال له؟ الأشياء اللي ما انحلت دبلوماسيا رح نحلها عسكريا، المطالب اللي ما انقبلت من قبل الجانب الأوكراني من قبل المفاوضات وأثناء المفاوضات ودبلوماسيا رح نحلها سياسيا، ولسه القادم أسوأ على حسب وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في خبرنا التالي بالنسبة للمفاوضات، المفاوضات حاليا جارية، المفاوضات بالجولة الثانية. الجولة الأولى كانت على الحدود الأوكرانية البيلاروسية تقريبا من قبل 3 أيام، ولكن ما توصلوا لأي نتيجة. الجانب الروسي عم يقول ما بدنا يكون في قوميين نازيين في أوكرانيا، والشرط الثاني أنه ما بدنا نكون أوكرانيا دولة عسكرية مسلحة، يعني ما بدنا يكون في جيش بأوكرانيا، خلاص أوكرانيا بدون جيش بدون سلاح بدون قوميين نازيين. هاي مطالب الجانب الروسي، ولكن مطالب الجانب الأوكراني أنه هي بس نوقف الحرب وتطلعوا من بلادنا. هاي كانت الجولة الأولى. الجولة الثانية كانت جارية اليوم على الحدود بين أوكرانيا وبولندا وبيلاروسيا، على المثلث الحدودي اللي بين أوكرانيا بولندا وبيلاروسيا. طبعا الجانبين كان من جانب الأوكراني 3 أشخاص ومن جانب الروسي 5 شخصيات مذكورة. الشيء المفيد للنظر أنه الجانب الروسي كله بدلات طقم جرافي وهيك، أما الجانب الأوكراني بدلات عسكرية، اجوا ببدلات عسكرية على طاولة المفاوضات وكان في تصافح وإلى آخره، ولكن نتائج هاي المفاوضات لحد الآن ما طلعت على وسائل الإعلام، وما بعتقد المفاوضات توصل لأي نتيجة حقيقية على الأقل في الوقت الحاضر. إذا جينا وحللنا المواقف أو الأوضاع اللي حاليا صايرة بأوكرانيا رح نشوف أنه الولايات المتحدة والغرب عم يضربوا روسيا والداخل الروسي اقتصاديا، وروسيا عم تضرب أوكرانيا عسكريا، وفيها تحتل أو تأخذ الأراضي الأوكرانية وتأخذ العاصمة كييف بوقت قياسي، ولكن لحد الآن في مقاومة، في أشياء تانية عم تحدث تحت الطاولة ما عم نشوفها، الإعلام ما عم يطالعوا. بهيك وصلنا لهذا الفيديو، اكتبوا آراءكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات، لا تنسوا تدعمونا وتشتركوا في القناة، ونشوفكم بفيديو تاني.